بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه والولاء أحبتي في الله. السلام عليكم. ما زلنا نواصل شرح منظومة الكنز في الجبل. أشخاص الذين أول مرة يشاهدون الدرس لابد من الرجوع إلى مشاهدة جميع الدروس الماضية كي تفهموا مغزى الكلام، أو فمن شاهد يعني فيديو واحد فلن يفهم، لم يفهم شيء. سنبدأ قراءة بعض أبيات الشريعة من طرف أحد التلاميذ. تفضل أخي. دليل في الورق سطور وعبري، خرجنا للجبل أياما في السفر، ليالي في السهر وجع في العضل، ألم المفاصل والبطن يزمجري، وصلنا للجبل صخورا كالإبل، سنبدأ العمل بالجهاز المزور، لا شيء يذكر التربيع منكر. في الدرس الماضي أنهينا إلى أن وصلنا للجبل صخور كالإبل، هنا وقفنا الدرس الماضي. الآن سنبدأ العمل بالجهاز المزور التربيع، لا شيء يذكر التربيع منكر. الجهاز المزور معظم الأجهزة، أي أجهزة التنقيب فغالبيتها مزور، هنا استبعد الناظم الكشف بالجهاز. قال جهاز مزور، تجد جهاز بأثمنة باهظة وبثمن غالي، ولكنه فقط محرك، فقط صورة جهاز ولا يفيد في شيء. ثم أيضا لا شيء يتقن الجهاز وضعه ولا شيء، ولو أن الخريطة موجودة كما قلنا دليل في الورق سطور وعبري، هذا يدل على أن المكان له علاقة بوثيقة. ثم الجهاز لم يأتي بأكله. ثم قال التربيع منكر، التربيع منكر، لا ان الجهاز لم يعطينا شيء، فالتربيع فهو لن يعطي شيء، اي التربيع منكر او سيضللنا على الطريق، لان التربيع كثيرا ما يضلل الناس، التربيع مضلل. لو كان هناك كنز وعظم سيذهب التربيع الى العظم بدل الكنز. قال التربيع منكر، سنبدأ العمل بالجهاز المزور، لا شيء يتقن الجهاز، لم يفيد شيء، التربيع منكري. وقال السيخ ميسري، فقد حددوا مكان، قاموا بتحديد المكان بالسيخ، السيخ ميسري، البخور دجلي والسيخ ميسري. هنا في هذه الأبيات القادمة سأقوم بشرحها، البخور دجلي والسيخ ميسري، هناك أبيات أخرى، ولكن سأكتفي اليوم بأنهم حددوا المكان بالسيخ، لأن السيخ أسياخ النحاس في البحث خير من التربيع وخير من الأجهزة. أسياخ النحاس ثمنها غير باهظ، ويعني تقول إن كان هناك شخص متمرس قد يقوم بتحديد المكان خير من الأشياء الأخرى. هذا كل شيء عن هذا الدرس، والسلام عليكم.